مرحبا بكم. وزير الخارجية الليبي موسى كوسا ينشق عن الزعيم الليبي معمر القذافي ويلجأ إلى بريطانيا، معلنا أنه لم يعد راغبا في تمثيل نظام القذافي على الصعيد الدولي. وكان موسى الذي هو أعلى مسؤول ليبي ينشق على القذافي قد وصل إلى مطار فامبرا العسكري البريطاني أمس. مصادر أمريكية تؤكد انتشار مجموعات صغيرة من عملاء الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA في ليبيا منذ أسابيع عدة بهدف جمع معلومات عن مدى فعالية جيش القذافي والمساعدة في توجيه ضربات طائرات التحالف. ويأتي هذا بعد تقهر الثوار الليبيين نحو الشرق أمام قوات القذافي وسط خلافات في أوساط الدول الغربية على شرعية تسليحهم. معارضون سوريون ينتقدون خطاب الرئيس السوري بشار الأسد في مجلس الشعب أمس، معتبرين أنه لا يلبي مطالب الشعب، ومتظاهرون في اللاذقية يتظاهرون بعد الخطاب مطالبين بالحرية، وقوات الأمن تفرقهم بالرصاص. وواشنطن تقول إن الخطاب كان خاليا من المضمون الفعلي ولم يكن على مستوى احترام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب السوري. البحث في اليمن عن حل وسط لإنهاء الأزمة بين نظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة. ومصادر غربية تؤكد الرغبة في تجنيب اليمن الانزلاق إلى الفوضى والصراع الداخلي. رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان يعلن الخميس أنه يجب تفكيك محطة فوكوشيما النووية في شمال شرقي اليابان التي تضررت من جراء الزلزال. وإمبراطور اليابان يلتزم بقطع التيار الكهربائي عن مقره لساعتين يوميا، ويفتح حمامات فيلا تابعة له للمشردين، ويزور مع الإمبراطورة ميشيكو عائلات مشردة بسبب الزلزال والتسونامي في مركز في طوكيو. لتفاصيل هذا الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.